السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف الفيوبورت. الفيوبورت اللي هو اللي بيتحط هنا جوه الشيت. على سبيل المثال خلينا مثلا نحط السكشن مثلا، اقول لكم دوت. جاب لي رسالة بيقول لي خلي بالك ان هو محطوط في شيت ايه 104. طيب دي ميزة حلوة قوي، ان انا لو حاولت احط فيو مرتين في شيتين مختلفين هيفرق. طيب انا بس بندي مثال، فهعمل دوبليكيت. وفعلا ساعات في بعض الاوقات بنحتاج ان احنا نعمل دوبليكيت، وبنعدل في دي حاجه وبنعدل في دي حاجه، ما بيبقاش نفس الشغل يعني. تمام. طيب ممكن مثلا نسحب الستير سيكشن ده موجود برضو. طيب خلينا نعمله برضو دوبليكيت اهوت، والسكشنين دول كبار. تمام. طيب خلينا نقفل دوت، خلينا نسحب الجديد دوت نحطه هنا، مش موجود قبل كده. طيب خد رقم كام؟ خد رقم واحد لأن هو أول فيو يتحط. طيب خلينا نسحب السكشن دوت، موجود برضه قبل كده. طيب لو سحبنا السكشن ده وحطيناه هنا، خد رقم ايه؟ خد رقم 2. طيب لو أنا عايز أتحكم في ديت، طيب هنشوف دلوقتي إزاي أعدل في دي وأخد حاجات وأزغلل. لو أنا علمت على الشكل نفسه وجيت اتحرك، هيتحرك معايا الرمز ده، حتى لو الرمز دوت بعيد عني. خلي بالك انا دلوقتي عم مسلك بس على الخط دوت، لو انا حركت تحت كده وجيت حركت دوت هتلاقيه بيتحرك معايا زي ما انت شايف. وفي النقطة دي، النقطة دي بتخليك تتحكم في طول الخط، ممكن تحتاج تكبره او تصغره. انا هنقله اهو. طيب هو بيبدأ في الترتيب، أول فيو بورد اتحط، ثاني فيو بورد اتحط، رقم واحد واثنين وثلاثة وهكذا، والسكاشن كذلك. فهتلاقي السكشن نفسه هيبدأ ياخد الأرقام دي، بحيث إن أنت لما تروح للمكان دوت تعرف تفنش. على سبيل المثال مثلا في ليفل 1 شايف السكشن مكتوب ده في إيه 103 رقم 3. فلو فتحت 103 أهوت، هتلاقي ده رقم واحد وده رقم 3. طيب خلينا نقفل دوت، نقفل دوت. طيب لو انا عملت سيلكت على الخط دوت وجيت هنا، هتلاقي ان فيه اكتر من نوع، فانت ممكن تختار نوع ما يكونش فيه مثلا حاجه نو تايتل، ما فيش تايتل. طيب خلينا ننزل التايتل. لو انا دخلت ايديت تايب، هتلاقي ان هو بيقول لي شو اكستنشن لاين. طيب لو خفيته وقلت له ابلاي، هتلاقي الخط ده اختفى. لا انا عايز يسكت. طيب شو تايتل، عايز التايتل ده هو يظهر ولا لا؟ هقول له نو، اختفى تماما. لا ده انا عايز اتحكم فيه. تمام. طيب الاختيار اللي هنا ايه؟ وين مالتيبل فيو بورت، يعني لو هو فيو بورت واحد خلاص هتخفيه، لو في اكتر من واحد هيبداوا يظهروا. ليه؟ لو هو فيو بورت واحد بس، يبقى اللي موجود في الشيت ده موصوف بيه الفيو بورت دوت، انما لو في اكتر من واحد يبقى انا محتاج ان انا اظهر كل واحد فيهم اسمه ايه. طيب خلي بالك التايتل ده فاميلي، هو بيخص فاميلي معينه، فاميلي دي تقدر نعدل فيها. ممكن اعمل سيلكت كده وارجع السهم ده، لا اما نون لا اما فيش. طب انا عايز بقى يبقى فيه فيو ام فيو تايتل 2 وهكذا. طيب هاجي هنا في الفاميليز، في الانوتيشن سامبلز، واجي هنا اشوف الميو ام فيو تايتل. تمام. وتقول له اديت. تمام. وتبدا تعدل فيها وبعد كده تسيبها باسم اخر. على سبيل المثال اهوت، قلت له اديت، هيبدا يفتحها لي اهي. طيب هنا جاب لي ايه؟ جاب لي الكره الدوريه وفيها الرقم وفيها الفيو سكيل. طيب يعني انا لو جيت لغيت دول ولغيت الفيو سكيل وهدخلها باسم تاني، يعني كل اللي انا اعمله اقول له سيف از وراح سيفها باسم تاني، مثلا سميها اكس. وبعد كده هقول له لود انت فاميلي وراح محملها في المشروع اللي انا بشتغل عليه. اوكي جاب لي حاجه، ما جابليش اي حاجه خالص. طيب مفيش مشكله، او مش هيجيبها لي لان هي ما تعتبرش حاجه يعني. تمام. بس خلينا نروح للفاميلي اللي احنا عايزينها. اللي هي ديت، لو انا جيت هنا وقلت له اديت تايب وخليت الاختيار ده واخترت ام فيو اكس، اللي هيحصل هيختفي السيركل بالرقم
بالكلام اللي موجود تحت. لو انت في اي لحظه عايز تعمل ترجع تاني هتقول له يظهر لي الفيو تايتل، هيظهر الشغل كله. انا اللاين نفسه عايز يبقى سوليد ولا سنتر، الكلر بتاعه يبقى لونه ايه، اخضر مثلا، هكذا تلاقي الخط اهو.